وقت عدة كانت الحدود الأثيوبية السودانية مجالاً للتبادل التجاري والعلاقات الإنسانية بين شعبي البلدين، إلا أن هذا أصبح شيئاً من الماضي في الآونة الأخيرة بفعل جائحة كورونا والنزاع الحدودي. قفل بالنسبة لهذا الطريق، طريق المتمة القلابات، أضر بالمواطن ضرر كبير جداً وأضر بنا إحنا الآن في أثيوبيا. وجينا لفترة يعني بتاعت سنة تقريبا إلا عانينا فيها معاناة شديدة جدا جدا بسبب قفل هذه الحدود، وبعد ذاك يعني اتقطعت كل البضائع أو الرحلات اللي كانت متبادلة بين الطرفين. يؤكد التجار الأثيوبيون في هذه المنطقة أن أعمالهم التي كانت تعتمد على الاستيراد والتصدير تضررت بشكل بالغ، وما كان يتم تبادله من سلع ومستهلكات توقف بسبب الإغلاق. كنت أجلب من السودان مستلزمات التعليم كالورق وغيره، كما نجلب الصابون والزيوت والحلويات، وهم يشترون البن وبعض المنتجات، لكن إغلاق الحدود انعكس سلبيا على مصالح البلدين. سلطات الجمارك الأثيوبية في منطقة غوندر ترى أن الضرر لحق بالجانبين، ما يتطلب إعادة النظر لفتح الحدود وعودة انسياب حركة الصادرات والواردات. كانت لإثيوبيا والسودان علاقات قوية، لكن بعد إقفال الحدود بسبب كورونا وما تلاها من إجراءات تأثرت حركة التجارة بين البلدين، وترتب عن ذلك صعوبات كبيرة واجهت التجار، لذلك نرجو أن تعود العلاقة إلى ما كانت عليه. ومع الظروف الأمنية التي تواجهها المنطقة الحدودية بين البلدين، فإنه ليس من المنتظر أن تعود العملية التجارية إلى ما كانت عليه إذا لم يبدي الطرفان مرونة لفك العزلة التجارية. رغم تفاؤل شعبي أثيوبيا والسودان بفتح الحدود بينهما، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، والطرق بين البلدين لا يسمح فيها إلا بعبور بعض المشتقات البترولية، ما يجعل حركة التجارة بينهما محدودة للغاية. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، مدينة غوندر، شمال أثيوبيا.